فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول، واصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول، واصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. قم وحيدا، كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام،
واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام. لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام، واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام. قم وحيدا، قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل. قم وجاهد في الحياة، إن مثوانا قليل. قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل. قم وجاهد في الحياة، إن مثوانا قليل. قم وحيدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.